أهلا بكم. التابعة أو أم الصبيان أو زي ما بيسموها العفريت العجوز هي نوع من أنواع الجن بيتربص بالإنسان لفترة زمنية معينة، وربما يجد في الإنسان ده أنه هو أرض خصبة فيسكن جسد الإنسان. فعايزك تديني تركيزك وانتباهك عشان تعرف إيه هي العلامات اللي بتدل على التابعة وإيه هي الأعراض كذلك، وتقدر إزاي أنك أنت تتخلص منها في دقائق معدودة إن شاء الرحمن جل وعلا. لكن قبل ما أبدأ عايزك أنك أنت تدوس لايك، ولو أول مرة بتسمعني اضغط زر السبسكرايب وفعل الجرس واديني تركيزك وانتباهك. عايز أسألك سؤال يا أختي الكريمة، ما حصلش معاكي أثناء الحمل في الشهر الثالث إنك شفت حلم غريب، زي مثلا كلاب بتجري وراكي، أو إن في ست عجوزة ضربتك على بطنك، أو إن في حد ضربك على بطنك، أو إنك أنت وقعت من مكان مرتفع؟ بعد 3 أيام من الرؤية ديت حصل سقوط للجنين في الشهر الثالث أو الرابع. دايما التابع من الجن بيجي في الفترة ديت، في فترة الحمل للمرأة المتزوجة، فبيحاول ان هو يسقط الجنين او بيحاول ان هو يشوه الجنين. ولذلك يا اخي الكريم عايزك تعرف ان الشياطين دايما بتتربص بالجسد الضعيف، وربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه العزيز انه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم. اذا دلت الآية الكريمة على ان الشياطين تقدر تشوفنا، لكن احنا ما بنشوفهمش، الا ان في بعض الاشخاص بيسموا كشافين أو عندهم فتح بصيرة، وده موضوع طويل جدا ظليت أبحث فيه لمدة سنة، بعدين هتكلم عنه. لكن خلينا نتكلم في موضوع التابعة. من الأعراض اللي بتدل على التابعة يا أخي الكريم الغضب الشديد. تبص تلاقي نفسك إنك أنت بتغضب من أي حاجة، عندك غضب، عندك سرعة في الانفعال، ودايما بتغضب على أي حاجة لا تكاد تذكر. في اللحظة ديت لما تلاقي نفسك غضبان حاول إنك أنت تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وعايزك تعرف أيضا إن التابعة بتسبب مشاكل بينك وبين زوجتك، ما بتبقى مثلا حياتك طبيعية وكل الأمور كويسة معاك، فجأة تبص تلاقي نفسك عندك نفور من الزوجة، أو عندك نفور من زوجك، أو بيحصل بينكم وبين بعض نفور في التعامل، نفور في الكلام، مش طايقين كلمة لبعض. على الرغم إن كانت الحياة قبل كده حياة كويسة وحياة سعيدة والأمور كلها تمام، فجأة تبص تلاقي الأمور انقلبت عندكم رأسا على عقب. كل ده لأن في شيطان بيكون تابع، ودايما الشيطان بيتبع الإنسان الضعيف. وركز على كلمة الضعيف، زي النبتة. تعرف النبتة لما تكون ضعيفة بتبص تلاقي الحشرات تتآكل عليها لحد ما تذبل وتموت. لذلك الشياطين بتشوف الإنسان التعبان اللي بيكون مصاب بعين أو مصاب بسحر، فبيكون الجسد بتاعه مرئي ليهم، زي إحنا بالظبط في الحياة الطبيعية. لما نشوف إنسان بنعرف الإنسان ده مريض من الهيئة بتاعته. كذلك الشياطين بتعرف الإنسان إذا كان جسده ضعيف ولا لأ، أو نقدر نقول بعلم الطاقة الهالة بتاعته ضعيفة ولا الهالة بتاعته قوية. هل الشياطين تقدر إن هي تخش الجسد ده وتقدر إن هي تقتحمه، ولا ما تقدرش إن هي تقرب منه أو تهوب ليه؟ عشان كده يا أخي الكريم عايزك دايما تحافظ على أذكار الصباح والمساء. ومن ضمن الأشياء اللي بتسببها التابعة، وخليني أسألك السؤال ده، ما بتشتكيش من آلام في منطقة الكاهل أو منطقة 55 اللي هي بين الأبهر؟ بتحس دايما بين الأكتاف كده أنك أنت مش قادر تحرك أكتافك، وإن في ألم شديد جدا في المنطقة ديت، وبيوصل لارتخاء في الجسد كامل وتحس أن جسمك كله همدان. تعرف العلامة ديت بتدل على إيه؟ بتدل على أنك أنت عندك تابع من الجن أو تابع من الشياطين. فحاول انك انت تعمل حجامة، وحاول ايضا انك انت تقرأ اذكار الصباح والمساء زي ما قلت لك، وحافظ على قراءة سورة البقرة. تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم بالبقرة فان اخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البترة. وعايزك تعرف يا اخي الكريم ان من ضمن العلامات اللي بتدل على وجود تابعة او ام الصبيان كما يقال، انك تبص تلاقي مثلا منطقة الرقبة ومن اخر الرأس كده، الجزء دولت او المنطقتين دولت تحس فيهم بحاجة زي تجبس، مش قادر تحرك رقبتك لشمال ولا يمين، وتيجي لما ترجع رقبتك لورا تحس كأنك شايل عليها حمل تقيل جدا. كل دي من العلامات اللي بتدل على التابعة. وأيضا التابع من الجن أو التابعة من الجن بتحاول إن هي تسبب النفور بين الاتنين المتجوزين زي ما قلت قبل دقايق. فالراجل يكون علاقته مع الزوجة طبيعية والعلاقة تمام والأمور مية مية، يحس أيضا إن فيه نفور منها، او ان هي عندها نفور منه، مش متقبله له كلمه وهو مش متقبل لها كلمه، دايما 24 ساعه خناقات بدون اي سبب. طب ايه الاسباب اللي دفعت للخناقات او دفعت المشاكل؟ ما تعرفش، مجرد ما اشوفك كده بتخنق. وكذلك ايضا لما انت تيجي في موضوع خطوبه او ارتباط، او تيجي ان انت حد هيتقدم لك، فتحس لو في حد بيفتحك في موضوع الارتباط تحس ان عندك غصه، عندك ضيق في الصدر، او ان الشخص اللي يجلس قدامك تحس نفسك انك انت مش متقبلاه. وان حصل منك قبول يحصل منه الرفض، وان حصل منه هو قبول يحصل منك انت الرفض. فالامر بيكون معكوس كده، حاجات تحس ان هي مش متركبه على بعضها البعض، تحس ان فيها انعكاس، كل حاجه ماشيه ضدك، كل حاجه ماشيه عكس ما انت عايز. وكل ده سببه ان في تابع من الجن او تابعه
من الجن. كذلك من ضمن العلامات اللي بتدل على وجود تابع من الجن او الشياطين يا اخي الكريم، انك انت تسمع صوت مشي في البيت، او صوت كركبه في البيت، او تسمع حد بيدق على الشباك، او تسمع حد بينده اسمك في ودانك، او تسمع رن التليفون وما فيش حد رن عليك ولا حاجه، او تسمع حد بينده صوتك اكتر من مره. كل دي علامات بتدل على ان في تابع من الجن بيترصد بيك. فعشان كده لازم انك انت تقرا اذكارك، ولازم انك انت تحصن نفسك كويس يا اخي الكريم، وتعرف ايضا ان التوابع من الجن بتترصد المراه الحامل كذلك. عشان كده في فتره الحمل بتاعك، لو انت كنت بتعاني من مس عش، او كنت بتعاني من تلبس، او كنت بتعاني من اي اذى من جن، وحصلت صعوبه عشان تحملي، حاول انك انت تحافظ على الحمل ده. تحافظ عليه ازاي؟ انك انت تقرا اذكار الصباح والمساء، تقولي لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 100 مره في الصباح والمساء. لانك انت لما تقراي اذكار الصباح والمساء، وانت كذلك لما تقرا اذكار الصباح والمساء، ربنا سبحانه وتعالى بيسخر ليك من يحفظك، بيسخر ليك اللي يحميك من الجن والشياطين. عشان كده يا اخي الكريم عايزك انك انت تركز معايا في الدقائق المعدوده اللي جايه ديت، تستمع فيها لايات قرانيه. لو انت عندك تقل بين الاكتاف، او عندك تقل في منطقه الرقبه من ورا، او بتشتكي دايما من صداع خلف الراس، كل دي علامات بتدل على وجود تابعه او تابع من الجن والشياطين. حقرا ايات قرانيه معينه، وهتستمع للايات القرانيه ديت في 3 دقائق بالظبط، وهسالك سؤال بعد ما تستمع للايات القرانيه. لكن عايزك انك انت تتوضى الاول. ها اتوضيت؟ قوم اتوضى وارجع تاني. توضيت؟ طيب خلينا نبدا مع بعض قراءه الايات. غمض عينك يا اخي الكريم وركز معايا. اول حاجه، لو عندك الام بين الاكتاف، عندك الام في مؤخره الراس، عندك مثلا تؤلف في منطقه السمانه، عندك ايضا شكه في الكعبين، عندك ايضا الام في الركب، ركز على المناطق ديت في الثلاث دقائق اللي جايين دولت. ركز عليهم وهسالك سؤال. ها ركزت؟ ركز عليهم وهسالك سؤال. ها ركزت؟ ابدا. خلونا مع بعض نبدا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الطريد المريد اللعين من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين.
قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. يسحب الألم من الرأس، يسحب الألم من الرأس، يسحب الألم من بين الأكتاف، يسحب كل من يسكن في الظهر، يسحب كل من يسكن في الظهر. ها؟ اختفت الألم اللي كانت موجودة عندك في الأماكن اللي أنا ذكرتها. إذن يا أخي الكريم باختصار الأشياء اللي بتدل على التباعد: الغضب الشديد وسرعة الانفعال، الضيق في الصدر، النفور بين الزوجين، تمام؟ كذلك المشاكل اللي بتحصل مع الأشخاص اللي هم مرتبطين بدون أي سبب، ارتباط رسمي طبعا مش ارتباط من الشباك. كذلك أيضا تبص تلاقي المرأة الحامل إن هي بتشوف إن في كلاب بتجري وراها أو إن في حاجة بتطاردها، لو شافت الحلم ده لازم إن هي تقرأ الأذكار وتقرأ سورة البقرة وتقرأ سورة المرسلات وتقرأ كذلك سورة نوح على مية وتشرب المية ديت، تمام؟ وحاول دايما إنك أنت تقرأ أذكار الصباح والمساء عشان تتخلص من أي تابعة بتحاول إن هي تتبعك من الجن والشياطين. وتذكر دايما إن الشيطان لما بيتبع الإنسان بيتبعه عشان حاجة واحدة بس: إمتى الوقت المناسب اللي أقدر إن أنا أسكن جسمك فيه؟ ليه؟ لأن هو ما دخلش جسمك، فبيستنى لحظة ضعف، بيستنى لحظة تكون أنت فيها بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. فلما تيجي تكون بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى يتسلط عليك ويسكن جسمك. عشان كده دايما تبص تلاقي كل حاجة أنت بتعملها ماشي عكسك. ولذلك إذا أردت أنك أنت تحيل بينك وبين التابعة أو تحيل بينك وبين الشياطين عموما، حاول أنك أنت تحافظ على سورة البقرة لمدة 41 يوم. تقدر؟ طب أنا ما أقدرش أن أنا أقرأ سورة البقرة لمدة 41 يوم. بسيطة يا أخي الكريم، اقرأ سورة ياسين واقرأها بنية أن ربنا سبحانه وتعالى يحيل بينك وبين أي شيطان. اقرأ وقوله تعالى: وحيل بينهما بين ما يشتهون كما فعل بشعين من قبل إنهم كانوا في شك مريب. آخر آية في سورة سبأ اقرأها 41 مرة على مية واشرب المية ديت. واقرأ قولية: كذلك وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون. الآيتين دولت كل آية 41، اقرأ الآيتين دولت كل آية 41 مرة على مية زي ما قلت لك واشرب المية ديت، بتحل بينك وبين الشيطان، بتحل بينك وبين التوابع من الجن، عشان ما يجيش أي شيطان في أي لحظة يلاقي منك لحظة ضعف فيسكن، لأن هو بيسبب لك تعطيل في الرزق، تعطيل في التجارة، تعطيل في أي حاجة، عشان دايما يكون عندك قنوط ويكون عندك غضب وتنفعل بشدة أو تحزن بشدة أو تخش في مرحلة اكتئاب شديدة جدا وتكون سريع الغضب فيصيبك في اللحظة ديت. إياك إنك أنت تغفل عن قراءة أذكار الصباح والمساء. لو عجبك المقطع ده حاول إنك أنت تدوس لايك، ولو أول مرة بتسمعني اضغط زر سبسكرايب وفعل الجرس وانشره لأصحابك وأصدقائك. ولو عندك أي قصة عن التابعة وعلاجها يا ريت تضعها في كومنت أسفل الفيديو عشان كل متابعينا في قناة تفسير الأحلام يستفيدوا من تجربتك. وما تنساش إنك أنت تشير المقطع ده لغيرك فتدل على الخير كفاعله. دمتم فود، لكم أتحت أنا أخوكم يوسف أحمد، في أمان الله.